بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد في حلقة جديدة حول شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واليوم نتكلم في باب في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين امين. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والخلق هو سجيه الانسان وطبعه وسلوكه مع نفسه ومع الناس ومع الاحداث يظهر من خلال هذا السلوك سجيه الانسان من صبر وجزع او حلم وتسرع او غضب او رحمه او شفقه او قسوه او حسن عشره او سوء خلق فنحن اليوم نتكلم على خلق النبي الذي سماه الله سبحانه وتعالى انه عظيم، واثنى على النبي بذلك في قرانه وقال وانك لعلى خلق عظيم، حتى نتاسى به صلى الله عليه واله وسلم في سلوكنا مع انفسنا ومع الناس ومع رب الناس، وحتى مع الاحداث التي تطرا علينا في حياتنا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون فمن مظاهر حسن الخلق أن الإنسان يحبه الناس في عشرته وأنه أيضا يألف بالناس والناس تألف به بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير في الحديث الأول في هذا الباب يقول الإمام الترمذي حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرى قال حدثنا ليث بن سعد عالم اهل مصر الامام الليث قال حدثنا ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سليمان ابن خارجه عن خارجه ابن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت زيد بن ثابت الصحابي المشهور الانصاري الذي كان من كتاب الوحي والذي كلفه سيدنا ابي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان بجمع المصحف فله يد الطوله على المسلمين في جمع المصحف والمحافظه عليه سيدنا زيد بن ثابت يروي عنه ابنه خارجة وكان احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ويروي عن خارجة ابن سيدنا خارجة وهو سليمان وكان هذا الحديث يروى عن الحفيد عن الاب عن الجد فالحفيد هو سليمان بن خارجه والاب هو خارجه بن زيد يروي عن الجد وهو ثابت زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت والنفر في لغه العرب تطلق على الثلاثه الى العشره يعني اذا دخل ثلاثه او اربعه او خمسه الى عشره اشخاص على انسان يسمى نفر فقالوا له حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني عن شمائله قال ماذا احدثكم؟ وكانه اراد ان ينفي قدرته عن ان يحاط او يحيط انسان باخلاق النبي وشمائله فقال ماذا احدثكم؟ وكانه يستعظم ان يحدثهم عن ان يستوعب اخلاق النبي وسيرته وأحواله مع الناس ومع الأحداث. فقال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره. وكونه جار معناه أكثر الناس معرفة بأخباره. فقال: كنت جاره. كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إليه لأنه كان من كتاب الوحي. فكتبته فكتبته له. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الناس ينشغل بما ينشغلون به، ويتحدث فيما يتحدثون فيه، فإن تكلموا عن أمور الدنيا تكلم معهم ووجههم فيها. وان تكلموا عن امور الاخره تكلم معهم ووجههم فيها وعلمهم ما يتعلق بها وان تكلموا عن الاطعمه وغيرها تكلمهم عنها عن فوائدها وعن كيفيه اكلها وعن ما يحرم منها وما يحل وغير ذلك. وهذا يدل على انه من حسن الخلق ان تنشغل بما ينشغل به الناس. ولا تكن في برج عاجي الناس ينشغلون باشياء وانت تنشغل بغيرها. ولكن كن مع الناس فمن لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم فهذا اول خلق نعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يهتم بما يهتم به الناس وانه كان يتكلم فيما يشغل الناس وينشغلون به ومن خلال هذا يوجههم في ذلك كله صلى الله عليه واله وسلم ولا يقصر في نصحهم وعنه به قال حدثنا اسحاق ابن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن زياد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص عمرو بن العاص اسلم في العام الثامن من الهجره قبل فتح مكه بقليل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على اشر القوم يتالفهم بذلك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم مع الناس كان يوجه وجهه الى بعضهم اثناء الحديث ليتالفهم ويتقربهم صلى الله عليه وسلم ويلين قلوبهم ويتحبب اليهم. وحتى انه كان يقبل على اقل الناس قدرا واشرهم بالرغم انه على هذه الحاله حتى يتألفه وي ويلين طبعه صلى الله عليه وسلم فإن النبي كان يربي الناس أيضا بالنظرة فكان إذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنسان بنظرته يتغير طبع هذا الإنسان إلى الأحسن وهذا الحديث حديث طويل نكمله إن شاء الله في الفاصل القادم بإذن الله أخرى لنكمل حديث سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر والذي بنى فيها أول مسجد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمرو بن العاص أسلم متأخرا قبل فتح مكة بقليل وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصف حاله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. يقصد أنه كان يقبل بوجيه عليه وهو كان أقل الناس لأنه كان أحدثهم إسلاما فكان في المجلس يجلس عمرو بن العاص ويجلس أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسائر الصحابة فكان يلاحظ أن النبي يقبل بوجيه عليه أكثر من غيره يتألفهم بذلك يعني يتودد إليهم ويلين قلوبهم ويربيهم أيضا بنظرته فإن النبي يربي بالنظرة كما أن الأم تربي بالنظرة كما أن الأب يربي بالنظرة لأنك إذا نظرت نظر شفقة ورحمة رحم الله من ترحمه فكان يقبل بوجهه وحديثه علي يعني كأنه يتواضع ويصف نفسه أن كان أقل واحد في المجلس وبالرغم من ذلك كان النبي يقبل وجهه عليه أكثر من غيره فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر قال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان قال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته يعني علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل وجهي لي لأنه هو أفضل الناس ولكن النبي صدقه يبقى الصدق في الحديث وعدم المواربه في الحديث خلق عظيم من اخلاق النبي علينا ان نتخلق به ولا نوارب في كلامنا ولا نداري وغير ذلك مما يحدث في كلام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه حسن خلقه وارادته ان يتالف قلب عمرو بن العاص ان يخبره بالحقيقه عندما ساله هو خير ام ابا بكر فذكر ابو بكر ثم بعد ذلك هو خير ام عمر وهكذا ف شهادة الحق لابد أن تقال ولا يمنعك ذلك ويجعلك تستحي أن تقول الحق فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس كما ورد في الأخبار فالصدق في القول مطلوب وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس بن مالك ثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك وهو راوي أيضا عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين كان عمره عشر سنوات أول ما بدأ خدمتي للنبي عندما قدم النبي إلى المدينة أول مرة جاءت أم أنس بن مالك وهي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ابن أد... ابن انس هذا يخدمك وتربيه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما عنده فخدم النبي عشر سنين اي مده بقائه في المدينه المنوره صلى الله عليه واله وسلم حيث ان النبي توفي في العام العاشر من الهجره فيحكي قصه خدمته لرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان النبي يعامله واذا اردت ان تعرف خلق الانسان فاسال خادمه وزوجته ومن تعامل معه في المال ومن سافر معه فاذا سالت هؤلاء الاربعه واثنوا فاعلم انه حسن الخلق اذن الذي يخبر الانسان عن خلق انسان هم اقرب الناس معامله له وهي الزوجه والخادم والشريك في المال وايضا الشريك في السفر لان هذه الاحوال تظهر اخلاق الانسان لأن الإنسان لا يتكلف فيها، قد يتكلف في مواقف كثيرة إلا أنه لا يتكلف مع زوجته، ولا يتكلف خلق مع خادمه، ولا يتكلف خلق في أثناء السفر، لأن السفر يظهر أخلاق صاحبه، وما سمي سفر إلا لأنه يسفر عن أخلاق الناس، وكذلك التعامل في المال يظهر أيضاً عن عفة الإنسان وأمانته وصراحته، وعدم مواربته وكذبه وعن طمعه أو عن قناعته. فهنا يتكلم سيدنا أنس وهو خادم النبي عن أخلاق النبي فعلينا أن ننصت جيدا لأنه شاهد حق، شاهد عن مشاهدة وعن معاينة وعن ممارسة وعن عشرة طويلة وسنوات طويلة عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط يعني لم يتدجر منه قط لم يظهر أنه غضب عليه قط ولو بكلمة أقل كلمة في الدجر هي الأف ولذا قال الله سبحانه وتعالى ينبهنا أننا لنا لا ندجر على والدينا فقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فأقل كلمة تظهر غضب الإنسان وضجره هي كلمة أف فالنبي لم يتلفظ بها مع خادمه قط عشر سنوات فلم يقل لي اف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته يعني كان النبي كان لا يلومه على فعل شيء او على ترك شيء من الامور الدنيويه المباحه افعل كذا او لا تفعل كذا فاذا فعله اثنى عليه وان لم يفعله لا يلومه ولا يكسر اللوم صلى الله عليه واله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولذا كان لا يلوم إنسان على عدم فعل شيء إذا كان في الأمور المباحة أما إذا كان في الأمور الشرعية فكان لا يألو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للناس وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته برغم صغر سنه والإنسان صغير السن قليل الخبرة قد يفعل أشياء كثيرة تنتقد ولكن هذا يدلك على صبر النبي صلى الله عليه وسلم أي صبر مع خادمه فلم يلومه قط ثم يكمل سيدنا أدنس ويقول وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلق خلقا من أحسن الناس خلقا وممكن تقرأها خلقا يعني وأجمل الناس صورة واحسن الناس خلقا يعني عشره ولا مسست خزا ولا حريرا والخز هو الصوف المختلط بالحرير ويغلب عليه الحرير فيكون ناعما فيقول ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعلق على هذه الفقرة في الفقرة القادمة إن شاء الله وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى لنكمل وصف سيدنا أنس بن مالك وهو خادم النبي لعشرة النبي له في أثناء خدمته وهي عشر سنين فيقول في هذه الفقرة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا يعني عشرة وممكن نقرأها من أحسن الناس خلقا يعني صورة وجمالا في الحس له من أحسن الناس يعني من أحسن الأنبياء لأنه هو أحسنهم وكان من احسن الانبياء فكان النبي احسن الانبياء خلقا وكل الانبياء حسن الخلق وكان النبي احسن الانبياء خلقا وكل الانبياء كانوا في درجه الجمال العاليه من حيث جمال الصوره وكانه يقصد هنا الناس هم الانبياء لان النبي صلى الله عليه وسلم نبي من وسط الانبياء فاذا ذكر وصف النبي وذكر معه الناس يقصد من كانوا في درجته يعني في درجة النبوة وكأنه هو يقارن سيدنا انس بذلك المعنى او انه يقصد احسن الناس مطلقا الانبياء وغيرهم لان سيدنا انس لم يرى الانبياء السابقين فتحتمل هذا ويحتمل هذا وممكن نقول ان من هنا حرف زائد لانه هو كان احسن الناس خلقا حقيقة صلى الله عليه وسلم ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ايضا من عجائب خلقة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي كان يعيش في بيئة حارة جافة والإنسان الذي يعيش في بيئة حارة جافة يكون جلده ويده تكون فيها نوع خشونة ونوع جفاف ولكن كل من صافح النبي لاحظ رقة ولين كف النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم البيئة التي كان يعيش فيها حتى أن كثير من الناس كانوا يصفون كف النبي أنه كان ألين الناس كفاً صلى الله عليه وسلم، وهذه طبيعه خاصه في جسد النبي انه لا يتاثر بالبيئه ولا بالطقس حوله صلى الله عليه واله وسلم. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رائحه النبي بغير استعمال طيب كانت من اطيب الروائح صلى الله عليه واله وسلم، ولذا يقول ولا شممت ممكن تقول شممت وشممت بفتح الميم وكسر الميم لغتان صحيحتان مسكا والمسك اطيب العطر ولا عطرا يبقى كانه يعني تعميم بعد تخصيص لان المسك نوع من العطر كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايات من عرف النبي صلى يعني من رائحه النبي فالعرف هو الرائحه والعرق هو معلوم ان عرق الانسان أي إنسان عرقه إذا تراكم في بيئة حارة ويلبس الصوف لابد أن يكون كريه الرائحة أو له رائحة حتى يعني غير مقبولة ولكن عرق النبي كان من أطيب العرق حتى أنه كانوا يجمعون عرق النبي وهو نائم ويطيبون به المسك وهذه خاصية أيضا في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكأن أخلاق النبي الباطنة رشحت في صورة عرق كان أطيب العرق صلى الله عليه وسلم وكأن باطن الإنسان له أثر في ظاهره وظاهر الإنسان له أثر أيضا ويدل على باطنه صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حمد بن زيد بن أسلم حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة والسفرة هي نوع من طيب النساء فيبدو أن هذا الرجل تطيب بطيب النساء اللي احنا نسميه الوقت بلغة المصريين أحمر وأبيض يعني لأن النساء بيستعملوا البودرة يستعملوا هذه الأشياء التي يظهر لونها ويخفى ريحها وهذا طيب النساء فدخل على النبي برجل رجل فيه أثر من طيب النساء والنبي كان لا يحب تشبه الرجال بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال ولا يحب ان يظهر الرجل بمظهر المراه ولا ان تظهر المراه بمظهر الرجل صلى الله عليه واله وسلم فيقول كان عنده رجل به اثر سفره قال وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يكاد يواجه احد بشيء يكرهه يعني كان لا يواجه احد من المسلمين بشيء يكرهه يعني يخجله فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه السفره وكأن النبي اراد ان ينصحه بطريقه غير مباشره بينه وبين غيره لا ينصحه امام الناس لان نصح الانسان امام الناس فضيحه ونوع تجريس ويؤدي ايضا الى ان الانسان قد يعاند ويستمر فيما هو عليه من خلق ذميم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان ينصح الانسان في الخفيه وليس بين الناس أو ينصحه بطريقة غير مباشرة كأن يقول ما بال أقام يفعلون كذا وكذا وهو يكون جالس في وسط الناس فيعلم النصح بطريقة غير مباشرة فهذا أيضا من أخلاق النبي في تأديب الناس فإذا أردت أن تؤدب ابنك أو تؤدب أخاك أو شيء أو أحد من المسلمين فعليك أن تخلو به وأن تكلمه كلاما رقيقا رفيقا أو أن تنصحه بطريقة غير مباشرة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الرجل قال صلى الله عليه وآله وسلم للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة يعني فيما بينكم وبينه أنه يدع هذه الصفرة لأن هذا الطيب لا يليق بالرجال وهذا المظهر لا يليق بالرجال ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وعظ أخاه جهرا فقد فضحه وشانه يعني عابه ومن وعظ أخاه سرا فقد نصحه وشان هو فقد نصحه وزانه يبقى اذا قلت النصيحه في السر تكون نصيحه وزين للشخص نفسه اما اذا قلتها في الجهر كانك تشوه صورته وتشهر به وتفضحه فهذا ايضا نفتقد هذا الخلق في هذا الزمان نرى الناس كثيرا ما يتناصحون جهرا امام بعضهم البعض حتى انه انتشر بعد ذلك التجرؤ على فعل ما لا يليق لان النصيحه جهرا تؤدي الى شيوع الفحش بين الناس وعدم الحياء ورفع الحرج فيما بينهم. وعنه به بي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق. عن ابي عبد الله الجدلي عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك ان افضل من يصف الانسان ويصف خلقه هي خادم النبي وزوجه النبي هنا الخادم والزوجه فهنا سيدتنا عائشه سمعنا وصف سيدنا انس نسمع سيدنا سيدتنا عائشة ماذا قالت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، يعني لم يكن النبي يفعل الفحش يعني الذي الأفعال التي لا تليق حتى في بيته حتى بين الناس وهو في بيته بين زوجته كان لم يكن فاحشاً، ولم يكن متفحشاً أيضاً يعني لم يكن يتكلف الفحش فهو لا يفعله ولا يتكلفه صلى الله عليه واله وسلم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا ستيرا فالحياء خلق من اخلاق الانبياء علينا ان نتحلى به في زمن انتشر فيه العري وسوء الخلق لم يكن صلى الله عليه واله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق يعني لا يرفع صوته فرفع الصوت ايضا من مساوئ الاخلاق فعليك اذا تكلمت ان تخفض من نبره صوتك حتى لا تؤذي غيرك بصوتك، ولا تنفره حتى من الموضوع الذي تتكلم فيه، لانك لو تكلمت حتى في موضوع شريف بصوت مرتفع قد يكون ارتفاع صوتك سببا لان ينفر الانسان عن موضوع الذي تتكلمه فيه، فعليك ان تكون حسن الصوت، خفيض الصوت، وان تكون عبارتك رقيقه، لا تستعمل الالفاظ الفاحشه ولا المتفحشه، فالنبي كان حييا ستيرا. صلى الله عليه واله وسلم وكان خفيض الطرف خفيض الصوت هذه كلها اخلاق نبويه شريفه علينا ان نتخلق بها ثم الخلق الاخير التي تصفه سيدتنا عائشه في هذا الحديث المبارك ولا يجزي السيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح يعني اذا اساء اليه انسان كان لا يسيء اليه صلى الله عليه وسلم بل كان يعفو عنه ويتغافل عنه ويصفح عنه ويحسن اليه ولذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، فاذا احسنت لمن اساء اليك فقد استجلبت حبه لك ووده، ولذا علينا ان نتخلق باخلاق نبينا صلى الله عليه واله وسلم، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يخلقنا بها وان يوفقنا اليها وان يشفعه فينا والى لقاء اخر ان شاء الله نكمل ما ورد في هذا الباب المبارك. في اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته